حلفاء الحكومة السورية يستخدمون حق الفيتو ضد مشروع قرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. في 11 من يناير استخدمت روسيا والصين حق النقد ضد مشروع قرار إيصال المساعدات إلى سوريا عبر معبر اليعربية. الفيتو المشترك ساهم في حرمان أكثر من 4 ملايين شخص في شمال وشرق سوريا من المساعدات الإنسانية. إغلاق المعبر الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية دفع أطرافاً دولية للتنديد بتصرفات حلفاء الحكومة السورية. كيلي كرافت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة: روسيا تدعم الحكومة السورية من خلال تجويع معارضيها. كارين بيرس سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة: المساعدات الإنسانية ليست أداة سياسية للمساومة عليها. كورونا ومعركة المساعدات الحدودية: مع تفشي جائحة كورونا مارست منظمة الصحة العالمية الضغط لإعادة فتح المعبر. روسيا والحكومة السورية اتهمتا منظمة الصحة بممارسة الضغط تماشيا مع ما أسمتها المصالح الغربية. الإدارة الذاتية في ردها على اتهامات سوريا وروسيا: الهدف هو حصار المنطقة وممارسة ضغوطات سياسية. هيومن رايتس ووتش على مجلس الأمن: روسيا ضمنا العمل فورا على السماح بوصول المساعدات الطبية من العراق إلى شمال شرق سوريا. الفيتو مجددا: روسيا والصين وفي جلسة مجلس الأمن التي عقدت في 7 يوليو استخدمتا مجددا الفيتو ضد مشروع ألماني بلجيكي. المشروع الألماني البلجيكي كان يهدف لإعادة فتح معبر اليعربية لمدة 6 أشهر. بهذا الفيتو يستمر إغلاق المعبر بالتزامن مع فرض واشنطن عقوبات قانون قيصر التي تلقي بظلالها على المنطقة. أنتم هل ترون أن حرب المعابر قد بدأت بالفعل؟ وأن المساعدات الإنسانية تحولت لأداة سياسية؟ أم إن الأطراف الدولية ستضع الخلافات السياسية جانباً لحل الأزمات الإنسانية؟